صباح النور سيد مكرم. يعني بالبداية حرب خطابات مثل ما كانت المقدمة بين مادورو وبين الرئيس الأمريكي أيضا دونالد ترامب، وهالتصعيد اللي نحن بدنا نسميه، بدي هيك تعطيني قراءتك فيه، ولأي مدى بتشعر أنه هو يخدم المصالح الداخلية لكلا الطرفين؟ أعتقد بأن قد تجاوزنا موضوع الخطابات، فإن المجريات على الأرض تؤكد بأن مادورو بتراجع مستمر، وأن غوايدو يتحسن فيما يتعلق بعلاقته مع الدول الأجنبية وبالتحديد الأوروبية، وحصوله تدريجيا على نوع من الاعتراف الدبلوماسي والشرعية الدولية، في حين أن مادورو يواجه أزمة أساسية، وليس بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد رأسه كما يقال، بل بأنه لا يستطيع تأمين الطعام والأدوية والخدمات الصحية لشعبه. وهنا التحدي الحقيقي، إنه ليس انقلابا عسكريا بل هو انقلابا اقتصاديا. هو شيء مادورو لا يستطيع الصمود في وجه الاقتصاد. نريد أن نذكر بأن نسبة التضخم قد تجاوزت 1,200,000%. الدخل الفردي للمواطن الفنزويلي 6 دولار. المواد الغذائية غير متوفرة في المحلات، وكل ذلك سيسوء مع تقدم الوقت كون مادورو لا يطرح خطة اقتصادية واضحة. نعم، وحتى بالنسبة للنفط يعني. صحيح. أخبرني عن موضوع النفط يعني، وأنه قدي مادورو كمان عنده تسهيلات بموضوع النفط. نعم. وتأمين يعني ربما المعيشة الجيدة. صحيح. للمواطنين. إن رهان مادورو الأساسي بأنه سيستطيع الحصول على عائدات من النفط الفنزويلي، وهو يشكل أكثر من 85% من الصادرات الفنزويلية. نعم. ولكن بعد إقرار العقوبات الأمريكية على فنزويلا، وتحديدا العقوبات على بعض المواد الكيميائية الضرورية في تكرير النفط، لا يستطيع غوايدو نقل هذه المواد عبر الأنابيب لتوصيلها إلى التصدير، ومن هنا لن يستطيع الحصول على الأموال من بعض الأطراف التي قد تشتري منه النفط، علما بأن الوحيدين الذي يدفعون نقدا أو يدفعون فعليا حق النفط هم الأمريكيون. نعم. وليس الروس والصينيين الذين يحصلون على النفط مقابل الديون التي في ذمة فنزويلا لهم. نعم. والشيء الأساسي بأن غوايدو قد ناشد الصينيين وأكد لهم بأن في حال تخلصوا من مادورو سيبقى فنزويلا على التزاماتها التجارية السابقة مع الصين، ومن هنا ليس عليهم المخاطرة ودعم الدكتاتور مادورو بحسب غوايدو. نعم. طيب يعني راغب كل الظروف اللي عم تحكي عنها، ولكن حتى هذه اللحظة هناك انقسام واضح دولي. صحيح. حيال الأزمة وما يحدث. الانقسام. نعم. الانقسام يعني الدولي، أنا لا أرى بأن هناك انقسام، بل هناك محور أساسي وهو محور المجتمع الدولي التقليدي. نعم. بقيادة أمريكا وحتى أوروبا التي انضمت إلى هذا المحور، وهناك ما يسمى قوى الممانعة أو ما أطلق عليها الممايعة. كونهم يريدون دعم مادورو ولكن يدعمونه بالكلام، وهم مستعدون أن يبعثوا له بجنود والمرتزقة، وليس بإمكانهم أن يدعموا الاقتصاد الفنزويلي وتحسين الاقتصاد الفنزويلي، ومن هنا السقوط الكبير لمادورو. نعم. إن المشكل الأساسي ليس مع إدارة ترامب، أن فنزويلا ومادورو بالتحديد يواجهون مشكلة حتى تحت نظام أو تحت ولاية أوباما، أن العقوبات المفروضة على فنزويلا حاليا هي بدأت تحت إدارة أوباما وليس تحت إدارة الحزب الجمهوري. نعم. وهذا يعني بأن كل من الجمهوريين والديمقراطيين متوحدين وراء فكرة أن مادورو لا يستطيع حكم هذا البلد. نعم. ومع تقادم الوقت أعتقد بأن مادورو الذي لن يحصل على الأموال لن يستطيع أن يدفع الرواتب للموظفين وبالتحديد إلى الجيش. نعم. وللتذكير أن فنزويلا تحوي على أكثر عدد أو أعلى نسبة بير كابيتا من الجنرالات في العالم، أن جيشه هو عبارة عن جنرالات قد رقاهم مادورو وقبله شافيز حتى يكون نوع من الولاء للإدارة الفنزويلية، ومن هنا في حال لم يستطيع أن يمدهم بالأموال سيلجأ هؤلاء الجنرالات إلى إعطاء ولائهم إلى غوايدو الذي سيحصل أو حصل فعليا على أموال فنزويلا الموجودة في المصارف الأجنبية وبالتحديد المصارف الأوروبية والأمريكية. طيب يعني في ظل هذا الصراع اللي موجود، عندنا صراع بين روسيا والولايات المتحدة وبكل هالظروف، شو سقف هالصراع؟ لوين بدنا نوصل؟ يعني شو حدوده؟ الشيء المقلق فيما يتعلق بموضوع دعم روسيا إلى مادورو، بأن في اليومين الفائتين قد صرح بعض المسؤولين الروس بأنهم إن وضع مادورو مقلق كون الاقتصاد لن يتحسن، وهذا. نعم. قد أتت على لسان بعض المسؤولين رفيعين المستوى بالتحديد في الدوما الروسية، ومن هنا نرى بأن روسيا فعليا لا تستطيع
المخاطرة في أمريكا اللاتينية كون أمريكا اللاتينية ليست فعليا ملعب روسية. نعم. ولكن روسيا لها استثمارات كتير كبيرة. صحيح. يعني. ولكن تختلف تماما عن استثمارها في سوريا. نعم. فقد تدخلت بشكل مباشر كونها تعتبر هذا الشيء جزء من نوع من أمنها القومي. في حين أن أمريكا اللاتينية هي تحت سيطرة مباشرة من أمريكا. والأمريكيون هم واضحون ووجود بولتون على رأس هذه السياسة. وليست من المصادفة بأن بولتون قد وقف في المؤتمر الصحفي وكان يكتب على دفتره 5000 جندي إلى كولومبيا. فهو بعث بنوع من رسالة واضحة بأن أي تحرك إن كان من الكوبيين أو من الروس لدعم مادورو في أي تحرك عسكري سيواجه بتحرك عسكري أمريكي وسينضم له المجتمع الدولي بلا شك. نعم، يعني أنا بفهم من كلامك أنه الدعم الروسي الصيني مش ممكن أنه يعني ربما يطول من بقاء مادورو بالسلطة. نعم. ولكن أو أنه يحفظ وجوده. صحيح، كما قلت هذا المماطلة في بقاء مادورو يضر بفنزويلا ويضر بمادورو فعليا. نعم. كونه في المرحلة الحالية يطالب بإجراء انتخابات نيابية، كونه يعتقد بأنه يستطيع التخلص من هذه المعارضة المتمثلة بجوايدو ومجلس الشعب. نعم. المشكل الأساسي هو ليس مجلس الشعب بل الشعب. ونحن نلاحظ بأن هناك مظاهرات وتحركات شعبية في بعض المدن والقرى التي كانت تقليديا تدين بولائها لجوايدو ولحركة تشافيز. وإذا لن يستطيع تأمين تلك المواد الغذائية لن يستطيع أن يوقف هذا المد الشعبي، علما بأن قيام كندا وبعض الدول الأجنبية ببعث المساعدات والمعاناة الغذائية وتوقيف جيش مادورو لهذه المعونات هو شيء سيء، كونه يحاول أن يضعف من المعارضة ولكن في نفس الوقت يحرم شعبه من المواد الغذائية ومن الطعام في آخر المطاف. نعم. طيب، يعني بكين ألمحت أنه رح تتعامل مع غوايدو إذا نحط الموضوع. صحيح. على أمر واقع، هل معنى هيك أنه نحن ممكن يعني نشهد تغير بالموقف الروسي والموقف الصيني حيال في آخر المطاف بحال غوايدو وضع نفسه في مكان قد يقنع كل من الصينيين أو قوى المعارضة، ولكن لن يستطيع أن يتعاون مع أعداء أمريكا. نعم. لن يستطيع أن يؤمن لإيران الغطاء الذي يؤمنه مادورو. نعم. ولكن ليس هناك من مشكل، حتى لو هناك كان نوع من التنافس الاقتصادي بين الصين وأمريكا، الصين في آخر المطاف ستتبع مصلحتها الاقتصادية وتقوم بالتعاون مع أي شخص يؤمن لها النفط الفنزويلي إن كان مادورو، غوايدو أو أي أحد. نعم. آخر. ولكن موضوع روسيا موضوع آخر كون نوع من الحرب الباردة الجديدة. نعم. ولكن نذكر بأن هذه الحرب الباردة هي حرب ربحتها أمريكا كون أمريكا أضخم ولديها حلفاء أقوى. واقتصاد البلدان التي تدعمها أمريكا أقوى من الاقتصاد الذي تدعمه روسيا والصين، وخير دليل هو ماذا يجري في فنزويلا. نعم. وأيضا يعني كمان إذا بدنا نضيف على موضوع روسيا دعت لحوار بين المعارضة والسلطة. صحيح. يعني ولكن غوايدو يعي تماما بأنه في هذه المرحلة بالذات لا يستطيع الذهاب إلى انتخابات كون مادورو يتحكم بكل مفاصل السلطة. نعم. فهم يطالبون بنوع من المرحلة الانتقالية، تمكين بعض القوى المدنية والتحديد نوع من المجالس المدنية أو القضاء. القضاء ليس, ليس, ليس بشكل كامل مع مادورو، وقيام بعض الأطراف بانقلاب على مادورو وإعلان ولائها إن كان دبلوماسيين أو جنرالات أو حتى تعيين غوايدو لبعض الدبلوماسيين في عواصم القرار تعني بأن مادورو سيتم عزله تدريجيا حتى يصبح معزولا تماما حتى عن شعبه. وأصلا كمان في ظل أنه رفضه للمساعدات. صحيح. من أمريكا وكندا، هي نوع من الحماقة، اعتبرها أنه ذريعة. يعني هو اعتبرها ذريعة لتدخل عسكري محتمل، وأصلا حتى يعني العديد من المراقبين السياسيين اعتبروا كأنه هاي يعني مساعدة استباقية لما يعني يلي بعدها من تدخل عسكري. ربما شخصيا أعتقد بأن مادورو يطمح أن يكون هناك نوع من الحراك العسكري أو التدخل العسكري كون هو يملك الجيش ويستطيع أن يقوم بخطاب شعبوي بأنه يدافع عن فنزويلا بوجه الاستعمار وبوجه قوى الاستكبار. ولكن نذكر بأن هذه الحراك قد أصبح أو استطاع ترامب وإدارة ترامب من الصقور أن يدعموا هذا الحراك كون المشكل الأساسي على الأرض بأن الشعب الفنزويلي يفر من البلاد باتجاه كولومبيا والمواد الغذائية غير موجودة والنظام الصحي قد انهار، وأن فنزويلا قد لعبت دور أساسي في دعم كوبا وإيران والصين وروسيا، وهذا شيء
إضعها تحت مرمى نيران الإدارة الأمريكية. يعني هو ربما من الأفضل أنه مثلا مادورو يستقبل هذه المساعدات، كان يعني ما إلها أي تبعات استقباله للمساعدات فعليا؟ إذا استقبل هذه المساعدات وقام بتوزيعها في آخر المطاف، أن الحكومة أو الدولة الفنزويلية هي التي تقوم بهذا الشيء. نعم. ومن هنا شعبه سيتصرف بطريقة إيجابية، ولكن هذا النوع من قصر النظر أو حتى الغباوة السياسية تؤكد بأن تلك الأنظمة الدكتاتورية لا تستطيع أن تتعاون أو حتى تقبل بانتقال سلمي، كما يجري في سوريا وكما يجري في العديد من الأنظمة التي تتبع النظام السوفيتي في إدارة حكمها وتدعي بالاشتراكية، ولكن هي فعليا لا تمت الاشتراكية بصلة. طيب على ما يعني يعول مادورو؟ يعني إذا هو مش موافق على موضوع الانتقال السلمي ولا حتى أي يعني تنازل من قبله، هل هو الجيش هو على نقطة الفصل بهذا الموضوع؟ كل الأطراف بما فيها غوايدو ينظر بحذر وبترقب إلى ماذا سيكون موقف الجيش عندما يصبح الموضوع أكثر جدية، وبالتحديد عندما لا يستطيع مادورو تأمين الأموال. نحن نلاحظ محاولة مادورو وأركان حكمه بتهريب الذهب ومحاولة بيع النفط، ولكن تلك المحاولات أو تلك المناورات ستصل إلى حائط مسدود، وهناك نحن سننظر إلى ماذا تقول له موقف الجيش وجنرالات الجيش إن كان في دعم مادورو عبر قمع التحركات الشعبية بالقوة، أو نعم. سيلجأ إلى دعم الحركة الانتقالية لإخوان غوايدو وينزع نهائيا مادورو من الحكم. نعم، يعني الكاتب والباحث مكرم رباح، بدي أشكرك. شكرا كثير. شكرا. ومشاهدينا، هذه كانت نهاية الفقرة الإخبارية ببرنامج صباح النور. عودة إلى توني الذي سأنضم إليه بعد قليل، وإليك يا توني. شكرا لك هبة.